حلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قلون إلا يتابعونا، خليكن معنا. Garden City مشروع سكني بمنطقة الجناح دير حسن على مسافة قريبة من المراكز التجارية ببيروت ومن المطار، مؤلف من 13 بلوك بمحيط كله خضر وشجر. مساحات الأبارتمنت بتتراوح بال 160 متر مربع سامبلكس وصولاً لل 507 دوبلكس مع فيو كاشف على المدينة. 30% من المشروع للبيع وجاهز للسكن. كل بلوك عنده مدخل خاص، سيكوريتي مأمنة، برايفت جنريتور وخدمات عديدة. أما المميز بجاردن سيتي وجود مول تجاري إلى جانب المشروع مع برايفت أكسس لجميع السكان. جاردن سيتي مشروع سكني متكامل بالخدمات المأمنة فيه والمواصفات العالية بالعمار يلي بيتمتع فيها. ستارتنج برايس 2500 دولار بالمتر. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزا هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي إند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجيري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريتورز، عمار إيكو فريندلي وسولر باور وووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزا هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكني خلال مرحلة التنفيذ أندر كونستراكشن لون، أما التسليم بآخر 2019. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضر وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24 على 24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار.
جراند تاور 5127 ريزيدنشال وكوميرشال تاور جاهز للسكن، موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الابارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و 195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مسئل عن البناية، لكجري تاور مع هاي أند سبيكس من أهمهم. دبل وومز ودبل جليزين، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيتورز بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجه ومواصفات عاليه بالعمار. كشف تقرير كليتنز حول سوق مكاتب العمل لفصل الربيع 2018 نمو متزايد وتوقعات إيجابية للقطاع بدبي. وحال معظم النشاط اللي سجلوا التقرير من معدلات، بتنقل المستأجرين إلى وحدات أخرى لتلائم احتياجات أعمالهم بظل ارتفاع معدلات التضخم والمخاطر الاقتصادية العالمية واستمرت معدلات الطلب على إيجارات مكاتب العمل بالانخفاض، وذلك وفقاً لأحدث تقارير شركة كليتنز المتخصصة بمجال الاستشارات العقارية. وبيشير التقرير إلى أن إيجارات الوحدات البارزة بالمناطق الحرة الرئيسية بالمدينة بقيت ثابتة إلى حد كبير، وعدد قليل من المباني متدنية الجودة. هيدا كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lv/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد. Thank you.